في ليلة 23 من يوليو عام 1952 قامت وحدات من الجيش المصري بمحاصرة المباني الحكومية في القاهرة والإسكندرية، واستولت دون إطلاق النار على مبنى الإذاعة المصرية ومباني وزارتي الحربية والداخلية. وفي الصباح الباكر أذيع بيان يطالب الجيش فيه بإلغاء نظام الملك فاروق الملكي الفاسد، وأخذ تنظيم الضباط الأحرار على عاتقه مسؤولية القيام بهذا الانقلاب. وكان البكباشي جمال عبد الناصر هو قائد هذه المجموعة من الضباط المحترفين. في عام 1939 تخرج جمال عبد الناصر من الكلية الحربية في القاهرة برتبة ملازم، وفي نفس الفترة تعرف على زوجته المقبلة تحية. في عام 1948 اشترك عبد الناصر في أولى الحروب العربية الإسرائيلية، حيث أصيب بجروح. بعد الحرب التحق جمال عبد الناصر بالأركان العامة للجيش المصري وأسس وقاد تنظيم الضباط الأحرار، وكان الهدف الرئيسي لهذه المنظمة تحرير مصر من الاحتلال البريطاني. لم يتعدى عدد الضحايا بضعة أشخاص تعرضوا للموت صدفة. لقد وقع انقلاب علوي ولم يخرج الشعب إلى الشوارع. بعد الإطاحة بالملك فاروق عين الضباط الأحرار اللواء محمد نجيب رئيسا للبلاد. كان محمد نجيب أنذاك محبوبا جدا في الأوساط الشعبية في مصر، علاوة على أنه كان برتبة لواء. أما عبد الناصر أنذاك فلم يكن سوى بكباشي مقدم، فقرر عبد الناصر أن يرشح نجيب للقيادة، بيد أن الزعيم الحقيقي للثورة كان جمال عبد الناصر نفسه. يعني في الواقع كان نجيب بمثابة ستار اختبأ الضباط الأحرار خلفه، أما نجيب فلم يشارك في العمل الثوري مشاركة مباشرة. بعد عامين من قيام الثورة وقع حادث غير موازين القوى في قيادة البلاد تغييرا كبيرا. ففي 26 من أكتوبر عام 1954 كان عبد الناصر يلقي خطابا أمام جمع حاشد في ميدان المنشية بالإسكندرية، وهتف الإسكندريون مرحبين بابن بلدهم، بينما عبد الناصر يروي لهم كيف كان مرا بهذا الميدان ذات صباح وهو تلميذ صغير، فانضم إلى مظاهرة ضد الإنجليز وقال لهم إن الزمن تغير. وفي تلك اللحظة دوت طلقات نارية. أحد الأشخاص أطلق نيران مسدسه، تقول إحدى الروايات إنه تمكن من إصابته وجرحه، وفي رواية أخرى أصيب عبد الناصر بخدش طفيف. ترنح الرئيس فندت عن الجماهير آهة تجاوبت في الميدان الضخم كله، وهنا خف المساعدون إلى إسناد عبد الناصر، ولكنه شد قامته وأنهى خطابه بصوت متهدج، مشددا على أنه حتى لو مات جمال عبد الناصر فإن كلا منهم سيكون جمال عبد الناصر. أمسكوا بمطلق الرصاص على الفور قبل أن يغادر الميدان، واتضح من التحقيق أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تقف وراء محاولة الاغتيال، وكان اللواء محمد نجيب من مؤيديها، فطالبه قادة الضباط الأحرار بالاستقالة، وأصبح عبد الناصر وهو في 36 زعيما للبلاد. أصبح الهدف الرئيسي لقيادة البلاد الجديدة بناء دولة مستقلة والنهوض بمصر إلى مستوى الدول الكبرى. أما في تلك اللحظة فكانت مصر بلدا زراعيا شبه إقطاعي،
نسبة ضئيلة من السكان حصلت على تعليم جيد وعاشت على مستوى لائق، بينما لم يكن الباقون يعرفون حتى كيف يكتبون أسماءهم ويعيشون على الكفاف. كان عبد الناصر بحاجة إلى أموال ليست بالقليلة لإجراء الإصلاح الاقتصادي، ورغم أن عائدات مصر من قناة السويس بلغت أكثر من 100 مليون دولار سنويا، إلا أن الشركة نفسها كانت شركة أجنبية خاصة، وكان الدخل الرئيسي من القناة يحول إلى الخارج. وفي عام 1956 كان امتياز شركة قناة السويس سينتهي. في عام 1954 وصل إلى القاهرة وزير الخارجية البريطانية أنتوني إيدن. كان الإنجليز واثقين تماماً من أن عبد الناصر سيرضخ لمطالبهم، لكن الرئيس المصري أعلن بصورة مفاجئة لهم: لقد وعدت شعبي بألا يكون للقواعد الأجنبية وجوداً في بلادنا. وأكد إيدن بإصرار أنه في حال خروج القوات البريطانية فلن تكون مصر قادرة بمفردها على السيطرة على قناة السويس، كما زعم أن لإسرائيل أيضاً مخططات تجاه الأراضي العربية. كانت كلماته تحمل تهديداً مبطنة، وأدرك عبد الناصر أن أقل هفوة في المفاوضات يمكن أن تؤدي إلى اندلاع الأعمال الحربية، ولم يكن عبد الناصر مستعداً لها، إذ لم يكن الجيش المصري قادراً على القتال. عندما جئت إلى مصر لأول مرة لم أرى هناك غير البنادق الإنجليزية القديمة ذات الأعقاب المبطنة بالنحاس. كان الجنود المصريون يتحدرون من أفقر فئات السكان وغير مهيئين للقتال، وأحياناً لم يكونوا يعلمونهم استخدام السلاح بل تقديم الشاي للضباط وتنظيف أحذيتهم. حتى في عام 68 رأيت جنوداً أميين لا يعرفون كيف يقرؤون رقم بندقيتهم، فكانوا يرسمون لهم شتى الرسومات كما في رياض الأطفال. استمرت المفاوضات مع البريطانيين عدة أشهر، وفجأة وافق إيدن على مطالب المصريين بجلاء القوات البريطانية من منطقة قناة السويس. وكان عبد الناصر واثقاً من أنه حقق نصرة، لكنه خشي أن يحاول الإنجليز استرداد ما خسروه، وفوق ذلك كان هناك تهديد مستمر بنشوب نزاع مسلح مع إسرائيل. كانت مصر بحاجة إلى جيش قادر على القتال. تقدم عبد الناصر إلى الولايات المتحدة بطلب لمده بالأسلحة وتمويل بناء السد العالي، بيد أن الرئيس الأمريكي أيزنهاور تباطأ في الرد. عندها قرر عبد الناصر مخاطبة القيادة السوفيتية. في البداية قامت علاقتنا بالنسبة لعبد الناصر انطلاقاً من ضرورة البقاء على قيد الحياة، ولذلك توجه إلى الاتحاد السوفيتي ليس حباً في الاتحاد السوفيتي وليس من باب أولى حباً في الشيوعية، كلا، فلم يكن لذلك وجود. قبل عام 1955 كان الاتحاد السوفيتي ينظر بتوجس إلى القيادة المصرية الجديدة، ولم يعتبر أن أفكار عبد الناصر السياسية وإصلاحاته الداخلية تقدمية. اعتبروه رجعياً لأن أهم معيار آنذاك كان هو موقف هذا الزعيم أو ذاك من الحزب الشيوعي المحلي. وفي السنوات الأولى كان عبد الناصر ضد الشيوعيين، والكثيرون منهم ألقي بهم في السجون، وهذا ما حدد موقف القيادة السوفيتية من عبد الناصر. في يونيو عام 1955 قدم وزير خارجية الصين شوين لاي إلى موسكو في زيارة غير رسمية، وفي لقائه بخروشوف أبلغه طلب الرئيس المصري بتقديم مساعدة مالية عاجلة. كان خروشوف محتاجا إلى حليف في الشرق الأوسط، لكنه لم يستطع أن يعرف من هو عبد الناصر. دعا خروشوف صديقه ديمتري شيبيلوف رئيس تحرير صحيفة برافدا آنذاك وقال له: طر إلى مصر وتحرى الأمر، اعرف من هؤلاء الأشخاص، فهم من جهة يثيرون التعاطف ويدلون بتصريحات جيدة، ومن جهة أخرى ليست بيننا وبينهم أي علاقات. كانت زيارة شيبيلوف إلى القاهرة شبه رسمية، إذ لم يكن الاتحاد السوفيتي راغبا في إظهار اهتمامه بهذا البلد، لكن عبد الناصر أدرك جيدا معنى زيارة شيبيلوف هذه. كانت المقابلات تجري خلف الأبواب المغلقة، ولم تزود الصحافة بأي معلومات عن المباحثات.
عندما وصل ديمتري شبيلف إلى القاهرة أخذوا يشحنونه ضد عبد الناصر، بمن في ذلك السفير السوفيتي الذي قال له إن عبد الناصر شخص بعيد عن الأفكار الشيوعية، وكان هذا في ذلك الوقت العنصر الرئيسي. ولكن شبيلف أصبح في النهاية في غاية الإعجاب بعبد الناصر. قبل أن يغادر مصر أبرق شبيلف إلى الكرملين بنتائج مباحثاته مع عبد الناصر، وإثر عودته إلى موسكو تحدث في اجتماع المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي. عندما قدم تقريره إلى المكتب السياسي شدد على أن عبد الناصر هو حليفنا في الشرق الأوسط ضد الإمبريالية وضد الأحلاف العسكرية، وعلاوة على ذلك فهو قاعدة ثورية مستقبلية. إننا نقول إن الشرق هو طليعة الثورة، الثورة العالمية القادمة، فهل نحن نسينا شعار لينين؟ أها هو الرصيد الذي لم نستخدمه حتى الآن. غير تقرير رئيس تحرير صحيفة برافدا شبيلوف موقف خروشوف من مصر. ولما كان من غير الممكن القول إن أفكار عبد الناصر شيوعية، اخترعوا مصطلحا جديدا هو البلد ذو التوجه الاشتراكي. وبعد أسبوعين تسلم عبد الناصر عقدا بتوريد أسلحة من الاتحاد السوفيتي بحوالي 20 مليون دولار. عندما علمت الولايات المتحدة بالعقد المبرم بين الاتحاد السوفيتي ومصر، أبلغ السفير الأمريكي في القاهرة عبد الناصر رد أيزنهاور الذي طال انتظاره. لقد وافقت الولايات المتحدة على تقديم معونة مالية وعسكرية لمصر إذا ما قطعت كل علاقاتها بموسكو وانضمت إلى الحلف المعادي للاتحاد السوفيتي. كانت تلك محاولة لإيقاع عبد الناصر في مصيدة. في 26 يوليو 1956 أعلن عبد الناصر أمام اجتماع حاشد في الإسكندرية تأميم شركة قناة السويس. كان تأميم القناة ضربة قوية لمصالح بريطانيا التي لم تفقد فقط دخلها من رسوم السفن العابرة للقناة، بل وإمكانية السيطرة على بلدان الشرق الأوسط. وقال وزير الخارجية البريطانية أنتوني إيدل في خطاب تلفزيوني موجه إلى البريطانيين إن نظام عبد الناصر نظام فاشستي، وأعلن علينا أن ننزل به ضربة بأسرع وقت ممكن. في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر عام 1956 اقتحمت القوات الإسرائيلية الأراضي المصرية، وفي اليوم التالي مباشرة وجهت بريطانيا وفرنسا إنذاراً إلى مصر وإسرائيل بسحب قواتهما من منطقة الأعمال الحربية، علماً بأنه ينبغي على مصر أن تسحب قواتها إلى المناطق الداخلية بينما تبقى القوات الإسرائيلية على أراضي مصر. ورفض عبد الناصر هذا الإنذار، وعندئذ بدأ التحالف في قصف منطقة قناة السويس، وفجأة وقفت واشنطن في صف مصر. لست أدري مدى صحة هذه الواقعة، ولكنها نشرت في الصحافة الغربية كلها. لقد زعموا أنه عندما بدأت الحرب اتصل الرئيس أيزنهاور هاتفياً بإيدن في إحدى الروايات، أو برئيس الوزراء البريطاني في رواية أخرى، وقال له: ما الذي تفعلونه أيها الحمقى؟ أكان يمكن شن الحرب؟ أوقفوا ذلك فوراً. ومع ذلك واصلت بريطانيا أعمالها الحربية، فطلب عبد الناصر العون من الاتحاد السوفيتي. كانت استجابة خروشوف سريعة وحازمة، فقد أعلن أنه مستعد لإرسال القوات إلى مصر واستخدام كافة أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ. وجه الاتحاد السوفيتي إنذاراً على لسان بولغانين الذي قال إنه إذا لم يتوقف العدوان الثلاثي على مصر فإننا سنعاقب المعتدين بما قد يبلغ حد استخدام الصواريخ. بهذا البيان شق الاتحاد السوفيتي طريقه إلى قلوب المصريين، فعندما انقضت عليهم تلك الدول القوية أحسوا أنهم كاليتامى، وإذا بهم يرون فجأة أن لديهم من يحميهم. كان من نتيجة تدخل الكرملين ارتقاء العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي إلى مستوى آخر تماما. لم يكن من السهل التصادق مع شخص متقلب كخروشوف، إلا أنه أمكن معه التوصل دائما إلى اتفاق بشأن القضايا الأساسية. وأصبح عبد الناصر كثير التردد على الاتحاد السوفيتي، كان يزوره بكل سرور حتى في الشتاء. وخلال حديثه غير الرسمية مع خروشوف قال عبد الناصر إن أكبر هدف يسعى إليه هو بناء السد العالي. كان بناء السد العالي يتيح إمكانية حل عدة مشاكل تواجه مصر، وكان يمكن أن يصبح السد مصدرا للطاقة الكهربائية الرخيصة،
وأن يعطي دفعة لتنمية الصناعة، وهذا بدوره يمكن أن يوفر فرص العمل لآلاف الأيدي العاملة. علاوة على ذلك، تتيح زيادة مساحة الأراضي المروية توسيع الرقعة الزراعية في مصر بمقدار الثلث. كانت مصر تعاني من نقص خطير في المواد التموينية، وكانت مضطرة لاستيرادها من الخارج. لم يعد من الجائز الإبطاء في بناء السد. كان من الضروري توسيع رقعة الأراضي الزراعية، كانت تلك قضية مصيرية للشعب المصري. أعلن خروشوف أن الاتحاد السوفيتي سيقدم لمصر الموارد المالية اللازمة والخبراء لبناء السد العالي. النيل العريق الذي ترتبط به آلاف السنين من تاريخ البشرية، النيل العظيم الفياض، النيل العنيد، لأول مرة سيخضع لإرادة الشعب التي لا قاهر لها. اعتبر الرأي العام السوفيتي أن بناء سد في مصر في مكان ما على النيل أمر طبيعي. لقد كنا نشيد السدود وسط غابات سيبيريا، فلماذا لا نشيدها وسط الصحراء؟ حتى لقد ظهرت أغنية روسية آنذاك تقول كلماتها: قيظ الصحراء يلفح خدي والرمال تلسع شفتي، اكتبي لي يا أمي إلى مصر، كيف حال حبيب الفولغا عندكم؟ وتنتهي كلماتها على هذا النحو. هنا يبدو الهواء وكأنه قد شرب، وللعام الثالث لا يسقط المطر، اكتبي لي يا أمي إلى مصر. جاء عبد الناصر إلى الاتحاد السوفيتي عدة مرات للعلاج تحت إشراف الطبيب الشهير الدكتور إيفغيني تشازف. رأيت كثيرين من قادة الدول وخاصة دول الشرق، لكنه بالطبع كان ألمع شخصية بينهم. ضابط، رجل عسكري، ومع ذلك كان مثقفا واسع المعارف. بوسع القول إنه كان ينشر حولك جوا يستميلك إلى التحدث إليه والتعامل معه. بلغت مساعدات الاتحاد السوفيتي لمصر خلال 10 سنوات 5 مليارات دولار، وكان يعمل في مصر 15,000 خبير سوفيتي من البناة والمهندسين والأطباء والعسكريين. في مايو عام 1964 قدم خروشوف إلى مصر، واستقبل عبد الناصر ضيفه بحفاوة. زار خروشوف السد العالي وغيره من المنشآت والمدن والقرى المصرية. خلال زيارة الزعيم السوفيتي قلده عبد الناصر أعلى وسام في مصر، وهو قلادة النيل. وردا على ذلك أنعم خروشوف على عبد الناصر بلقب بطل الاتحاد السوفيتي، وسلمه وسام لينين والنجمة الذهبية. كما أعلن أن الاتحاد السوفيتي قد سامح مصر في 2.5 مليار دولار من مجمل الديون. مع نمو قوة مصر تصاعد التوتر في العلاقة مع إسرائيل. كانت إسرائيل قلقة من حشد القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء. وأعلن عبد الناصر أنه لا ينوي مهاجمة إسرائيل، ولكن عند الضرورة ستكون القوات المصرية مستعدة لردع أي عدوان ضد مصر أو ضد سوريا الشقيقة. كانت بلاغات القيادة المصرية متفائلة، ورسمت التقارير التلفزيونية صورة للجيش المدرب جيدا والذي يحكمه الضبط والربط، لكن الواقع كان مغاير. تطلب الأمر بذل جهود كبيرة من خبرائنا لكي يشرحوا للطيارين العرب ما هي المناوبة القتالية. هذا يعني أن يظل الطيار جالسا في طائرته. كانوا يردون: سنلحق في الوصول للطائرات، سنجلس في المقهى، وعند الضرورة نركض إلى طائراتنا. كان عبد الناصر واثقا في قواه، وقد أقام علاقات طيبة أيضا مع الزعيم السوفيتي الجديد ليونيد بريجنيف الذي حل محل خروشوف. وبفضل المساعدات السوفيتية تفوق الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي في العتاد والأفراد عدة أضعاف.
وكان عبد الناصر يقول: إننا ممتنون للاتحاد السوفيتي لأنه يقدم لنا السلاح للدفاع عن وطننا ضد العدوان الإسرائيلي. اعتبر عبد الناصر أنه أصبح بمقدوره الآن مواجهة إسرائيل، لكنه أخطأ في تقدير إمكانات رجاله العسكريين ولم يضع في اعتباره عدة عوامل أخرى. في صباح الخامس من يونيو أغارت الطائرات الإسرائيلية بصورة مباغتة على مطارات مصر العسكرية، فدمرت الجزء الأكبر من الطائرات المصرية. ويعود هذا النجاح إلى تزويد المخابرات الأمريكية للطيارين الإسرائيليين بإحداثيات الأهداف الأرضية. هكذا بدأت حرب الأيام الستة في الشرق الأوسط. صدم عبد الناصر صدمة شديدة من الهزيمة الفادحة. الجنرالات الذين سبق وقدموا بلاغاتهم إليه باستعداد الجيش للقتال اتهموه خلال لقائه بهم بأنه وحده المسؤول عن الهزيمة. لم يجادلهم عبد الناصر، فهو مستعد لتحمل المسؤولية والتنحي عن الحكم. في القارة الأخرى جمع ليونيد بريجنيف المكتب السياسي في جلسة طارئة. كان يدرك أنه في حال استقالة جمال عبد الناصر سيخسر الاتحاد السوفيتي في الغالب مواقعه في الشرق الأوسط، واتخذ بريجنيف قرارا بدعم الزعيم المصري وبإعادة تسليح الجيش المصري دون مقابل. مساء الثامن من يونيو دخل السفير السوفيتي ديمتري باجيدايف مكتب عبد الناصر الذي كان يستعد لإلقاء بيان استقالته. استشهد السفير بوجدايف بأمثلة من التاريخ الروسي، كان الوضع فيها حرجا للغاية، ولكن تم تقدير الموقف تقديرا صحيحا واستمر الكفاح. أصغى عبد الناصر بانتباه إلى السفير السوفيتي، لكنه قال إنه لن يتراجع عن قراره، وفي ساعة متأخرة أعلن عن استقالته. وأريد أن يكون واضحا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. قال عبد الناصر: إنني أتنحى وأنا مستعد لتحمل المسؤولية كاملة وأقدم استقالتي من جميع مناصبي، ولكن الجماهير خرجت إلى الشوارع وهي تصيح: ناصر ناصر إحنا معاك. ناصر بستابوي. بعد المظاهرات الشعبية صدر بيان البرلمان: لقد رفض النواب قبول استقالة الرئيس. ورغم الهزيمة في الحرب ظل عبد الناصر في الحكم. رغم الهزيمة ظل عبد الناصر زعيما ذا مكانة، كان يجد لغة مشتركة مع زعماء البلدان النامية ومع الزعماء الغربيين ومع البلدان الاشتراكية. في عام 1970 وقعت اصطدامات بين الفلسطينيين والجيش الأردني، وراح ضحيتها آلاف الأشخاص. كان ذلك اقتتالا بين الأخوة، كان خطأ كما يبدو لي من جانب الفلسطينيين، خطأ فادحا استغلته العناصر المعادية للفلسطينيين. تلقى عبد الناصر الأحداث في الأردن كمصاب شخصي فاجع. حاول تسوية النزاع ودعا الملك حسين وياسر عرفات إلى أرض محايدة هي القاهرة، وأبضى عبد الناصر بضعة أيام في مباحثات مرهقة معهما. لم يذهب إلى منزله طوال ذلك الوقت ولم ينم إلا قليلا. كان عبد الناصر الشخص الوحيد القادر على مصالحتهما، لم يتصافحا، لم يمد أحدهما يده إلى الآخر. استمرت المفاوضات 3 أيام وانتهت بأن أرغم عبد الناصر الملك حسين وياسر عرفات على تبادل القبولات، وهذا شيء هام جدا عند العرب. ودعا عبد الناصر المشاركين في المفاوضات في المطار،
وفجأة خارت ساقا الرئيس المصري وأسرع الحراس إلى مساندته. حملوا عبد الناصر إلى المنزل وسرعان ما وافته المنية بسبب ذبحة صدرية منتشرة. لم يترك عبد الناصر ميراثا بالمعنى العادي للكلمة. لم يكن شخصا ثريا، لم يخلف الملايين والمليارات لأبنائه وبناته وزوجته، لكنه ترك إرثا سياسيا كبيرا. القليل من الزعماء السياسيين هم الذين يخلفون بعدهم ظاهرة اجتماعية، وقد خلف عبد الناصر الناصرية. بعد وفاة عبد الناصر وجدوا في حسابه 617 جنيها مصرية، أما أملاكه الخاصة فكانت سيارة وبيتا قديما اشتراه قبل أن يصبح رئيسا، ولكن باسمه تسمى المواليد، وما زالت صوره معلقة في كثير من المنازل. لقد كان الشخص الذي خلص بلاده من براثن الإقطاع وانتقل بها إلى القرن العشرين.